أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن اليوم الدبلوماسي الذي تفضل بتخصيصه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بات حدثا سنويا فريدا يبعث على الفخر والاعتزاز لما للدبلوماسية البحرينية من دور مهم ومساند للمسيرة الزاخرة في الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، مستندة في ذلك على أسس قوية ومتينة في تحركاتها، وعلى رأسها الرعاية الدائمة والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ونهج جلالته الإصلاحي الذي أحدث تطورات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعد ركيزة مهمة للدبلوماسية البحرينية وعاملا جوهريا من عوامل نجاحها وفعاليتها في تحقيق مقاصدها. جاء ذلك خلال افتتاح معالي وزير الخارجية للملتقى الدبلوماسي أمس بحضور معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بالملتقى وأعضاء السلك الدبلوماسي. وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن عميق شكره وتقديره لحرص المشاركين على طرح ما لديهم من رؤى وتصورات متميزة وأفكار ثرية بما يمتلكونه من خبرات متراكمة وممارسات ناجحة ومفيدة ستكون معارف ودوافع إضافية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يحملون رسالة نبيلة ويقومون بجهود وطنية ملموسة في تمثيل بلدهم بالخارج أفضل تمثيل، ويحرصون باستمرار على تعزيز دور البعثات الدبلوماسية لتحافظ سياسة مملكة البحرين الخارجية على سماتها التي تميزها كسياسة نشيطة ومبادرة وفعالة ومتزنة. وأوضح معالي وزير الخارجية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تلتزم بأهداف رئيسة من أهمها تأكيد سيادة واستقلال مملكة البحرين ووحدة أراضيها وحماية أمنها والدفاع عن مصالحها وتعزيز مكانتها وسمعتها الخارجية وترسيخ صورها الحضارية، بالإضافة إلى توطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبني العمل الجماعي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية كالسلام والتعايش والحوار بين مختلف الثقافات والشعوب والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي بأسره، ومن أخطرها العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وسياسات بعض الدول التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عمق العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تمتد إلى قرون وليس إلى سنوات أو عقود، منوها إلى تطابق وتوافق الرؤى الدائم بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات بفضل حكمة قيادة البلدين وما تتسم بها سياساتهما من توازن وعقلانية وبعد نظر، مشددا على قدرة البلدين الشقيقين على مواصلة تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات المختلفة في ظل التعاون والتنسيق المشترك بينهما. تضمن الافتتاح عرضا لفيلم عن الدبلوماسية البحرينية بين الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز التميز الدبلوماسي. هذا وقد بدأت جلسات الملتقى الدبلوماسي، حيث تناولت الجلسة الأولى في النقاش أو في الملتقى العمل الحكومي الأهداف والمستجدات، والتي قام بإدارتها سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وتحدث فيها كل من سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وشملت الجلسة الثانية حوارا خاصا ثقافتنا انطلقوا لمكانتنا الدولية لمعالي الشيخ همي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثر، وقامت بمحاورتها سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، بينما تناولت الجلسة الثالثة الاقتصاد الوطني في سياقاته العالمية، وتحدث فيها سعادة السيد خالد بن إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. الدبلوماسية البحرينية تاريخ من الاحترافية والعمل الدؤوب والمثمر الذي ارتكزت عليه مملكة البحرين في إيصال رسالتها إلى العالم عبر مشاركات فاعلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
الدبلوماسية البحرينية بفضل سيدي جلالة الملك ونظرته وسياسته وتوجيهاته، الحمد لله اليوم دورها عالمي، دورها عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف فاعل في الأمم المتحدة، تطرح أفكار قيادتها، يوم الضمير، يوم المصارف، يوم كل شيء، وتقبل هذه الأفكار. وأيضا مملكة البحرين ثنائيا مع الدول الكبرى ودول المنطقة أيضا لها دور فاعل، وهذا طبعا الفضل يعود لسيدي جلالة الملك وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. المهمة هي الإيصال، احنا نوصل إذا الرسالة هي رسالة سلام ورسالة حكمة مثل ما تفضلت ورسالة تعايش ورسالة مجتمع واحد متنوع في كله بس في قماشة واحدة، هذه الرسالة ناجحة، كل اللي علينا ان احنا نبرزها ونوصلها للعالم، وهذا الشيء الحمد لله احنا فخورين به. نجاح الدبلوماسية البحرينية في إيصال الصورة الصحيحة عن مملكة البحرين هو أبرز ما أكد عليه حضور الملتقى الدبلوماسي الذي اشتمل على نخب دبلوماسية وسياسية وثقافية محلية وإقليمية. لا شك أن نجاح الملتقى الدبلوماسي لهذه السنة هو امتداد لنجاح الدبلوماسية في مملكة البحرين، والتي تشهد العديد من النجاحات في مختلف الأصعدة، ولا شك أن هذا فرصة للسفراء مملكة البحرين في الخارج أن يتعرفوا على ما هو جديد في مملكة البحرين من تطوير للتشريعات، من القوانين، من البرنامج عمل الحكومة. سمعنا اليوم الأخ محمد المطوع ومن وزير المالية ومن مجلس التنمية الاقتصادية، فهناك برنامج حافل خلال هذا الأسبوع سوف يكسب فيه السفراء العلاقة المباشرة ويسمع أحدث الإحصائيات من مملكة البحرين، اللي لا شك بتساعدنا في عملنا في الخارج في توصيل أولا المعلومة الصحيحة وفي تصحيح المعلومة المغلوطة. ولا شك أن البحرين اليوم يعني تتميز كثير من النجاحات، ويمكن الدبلوماسي أحد هذه الثمرات. يأتي احتفال وزارة الخارجية اليوم باليوم الدبلوماسي بعد أن كرم جلالة الملك حفظ الله ورعاه الدبلوماسيين في هذا البلد بأن يكون يوم 14 يناير من كل عام اليوم الدبلوماسي، فنحن نحتفي بهذا اليوم ونحتفي بنجاحات التي حققتها الدبلوماسية البحرينية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ونجاحها على المستوى الأمم المتحدة باتخاذها السياسة المتزنة الحكيمة المبنية على التعاون الدولي والعلاقات الثنائية وتحقيق السلم والأمن الدولي، وبالتالي حققت مملكة البحرين مكانة مرموقة على مستوى العالم، وحققت نجاحات متميزة في مجال الدبلوماسية الحقوقية أيضا، بأن قدرت أو استطاعت أن ترسخ قيم التسامح والتآخي والتقدم في مجالات حقوق الإنسان التي يتمتع بها الشعب البحريني ويتمتع فيها المجتمع البحريني على كافة المستويات الدولية، والتي توج ذلك بدخول مملكة البحرين مجلس حقوق الإنسان في عضويته للعام 2019-2021. العمل الدبلوماسي البحريني بات في ظل اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى عمل دؤوب واحترافي ينقل واقع التقدم والازدهار الذي تنعم به المملكة إلى العالم أجمع. الملتقى الدبلوماسي امتداد لنجاحات كبيرة وعلامات بارزة رسمتها الدبلوماسية البحرينية على خارطة العالم، وثقت من خلالها علاقات مملكة البحرين ونجاحاتها، وأيضا أوصلت رسالة البحرين إلى العالم أجمع، رسالة المحبة والسلام والحكمة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.